بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نزف لكم أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة مولد إمام المتقين ويعسوب الدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا بد من الإشارة إلى الحجر الذي تربى به أمير المؤمنين، وإلى الإمرأة التي حملت به ووضعته في داخل الكعبة. من هي أم أمير المؤمنين؟ والدة أمير المؤمنين هي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، يتصل شرفها المناسب مع جدها برسول الإنسانية وأمير المؤمنين، وهي أول امرأة هاشمية تلد هاشميا، وكانت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة الأم، ربته في حجرها وقدمته على أولادها، وكانت من السابقات إلى الإيمان، وهاجرت معه بصحبة ولدها والفواطم إلى يثرب. كان لفاطمة بنت أسد مكانة عظيمة عند الله ورسوله، حيث إن التاريخ يحدثنا عنها، حيث كانت أول امرأة بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأول امرأة هاجرت من مكة إلى المدينة ماشية حافية، وثاني امرأة أسلمت بعد خديجة. وقد حباها الله سبحانه وتعالى بمكرمات ومناقب، منها إنها قرينة أبو طالب شيخ البطحاء وأم أشباله الميامين، وشريكته في رعايته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد شاءت الإرادة الربانية لفاطمة بنت أسد أن تضع وليدها في بيت الله الحرام، تلك الفضيلة والمكانة التي طفحت بها الكتب وتضافر على نقلها كبار المحدثين والمؤرخين كالمسعود في مروج الذهب، وسبط بن الجوزي في تذكرة الخواص، وابن طلحة الشافعي في مطالب السؤول وغيرهم. دخلت جوف الكعبة وأكلت من ثمار الجنة وأرزاقها، وإعلاء إلى مكانتها ناداها الجليل جل وعلا: يا فاطمة سمه عليا فهو علي والله العلي الأعلى. يقول: شققت اسمه من اسمي وأدبته بأدبي وأوقفته على غامض علمي. ولقد بشرها النبي في عدة مواقف، عندما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضغطة القبر، فبشرها النبي صلى الله عليه وآله إن الله يكفيك ذلك. البشارة الثانية: يحشر الناس يوم القيامة كلهم عراة، ببركة فاطمة بنت أسد كلهم يكسون، وينادى على كافة الناس يوم القيامة بأسماء أمهاتهم إلا شيعة أمير المؤمنين. وهذه بشارة لكم، صلوا على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزلت الآية المباركة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. كانت فاطمة بنت أسد أول امرأة بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك ابن عباس في تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي. تقول فاطمة بنت أسد:
عندما ولدت عليا ورسول الله صلى الله عليه وسلم له 30 سنة فأحبه حبا شديدا وقال لها اجعلي مهده بقرب فراشي. وكان صلى الله عليه وآله يلي أكثر تربيته، وكان يطهر عليا في وقت غسله ويؤجره اللبن عند شربه ويحرك مهده عند نومه ويناغيه في يقظته ويحمله على صدره ورقبته ويجول به كل أزقة مكة ويقول هذا أخي وولي وناصري وصفي وذخري وكهفي وصهري وزوج كريمتي وأميني على وصيتي وخليفتي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله ويطوف صلى الله على الحامل والمحمول. القصيدة إلى الشاعر المعروف الحافظ أبو مؤيد ابن أحمد ابن أبي سعيد إسحاق المؤيد المكي الحنفي المعروف بأخطب خوارزم، كان خطيباً فقيهاً غزير العلم حافظاً طائل الشهرة محدثاً كثير الطرق خطيباً طائر الصيت متمكناً في العربية خبيراً على السيرة والتاريخ أديباً وشاعراً. ألا هل من فتى كأبي ترابي إمام طاهر فوق التراب. إذا ما مقلتي رمدت فكحلي تراب ما السنع لأبي ترابي. محمد النبي كمصر علم أمير المؤمنين له كبابي. هو البكاء في المحراب لكن هو الضحاك في يوم الحراب. وعن حمراء بيت المال أمسى وعن صفرائه صفر الوطاب. علي بالهداية قد تعلى ولما يدرع برد الشباب. علي كاسر الأصنام لما على كتف النبي بلا احتجاب. علي في النساء له وصي أمين لم يمانع بالحجاب. علي قاتل عمرو بن ود بضرب عامر البلد الخراب. حديث براءة وغدير خم وراية خيبر فصل الخطاب. كأن الناس كلهم قشور ومولانا علي كاللباب. ولايته بلا ريب كطوق على رغم المعاطس في الرقاب. إذا عمر انتحنبط في جواب ونبهه علي بالصواب بقوله بعدل يقول بعدله لولا علي هلكت في ذاك الجواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.